السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي موضوع درسنا اليوم راح يكون إن شاء الله بخصوص الإنشاء اللي هو يكون بالامتحان الوزاري على عشرين درجة مهم جدا السيطرة على الإنشاءات اللي موجودة عندي بالمنهج حتى نقدر إنه نحصل العشرين درجة بكل سهولة طبعا تعتمد طريقة حفظ الانشاء راح تسهل لك انه سيطر على الانشاء وشون تحفظه بكل سهولة طبعا هنا أنا طريقة بسيطة جدا انه تجزئ الانشاء حسب قابليتك للحفظ شون تقدر تحفظ تحفظ سطر تحفظ سطرين ثلاث اسطر حسب انت قابليتك او استعدادك للحفظ ايش راح نسوي اول شيء بعد ما قسمنا الانشاء حسب الاسطر او حسب كل جملتين اقدر احفظهن ايش راح نسوي نكرر هذا السطر نكرر لعده مرات ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات مثل ما ذكرت حسب قابليتك للانشاء تقدر تحفظه بثلاث مرات أيده ثلاث مرات تقدر تحفظه بخمسه بخمس مرات كرر خمس مرات عشر مرات كرر عشر مرات حسب قابليتك بس المهم انه شنو ما تترك السطر قبل ما شنو قبل ما آه تحفظه بشكل تام بعدين راح نجي على السطر اللي بعده بعدين على السطر اللي بعده وهكذا نبدي نكرر كل سطر حتى من شنو نحفظه بعد ما نحفظ الاسطر راح اقسم الانشاء مالتنا الى مثلا كل جملتين اكتبهن سوا كل ثلاث جمل اكتبهن سوا هذا مثل ما ذكرت حسب استعدادك للحفظ حفظنا اول جملتين نرجع نكتبهن سوا حفظنا الجمله الثالثه نرجع نكتبهن سوا ونكررهن يعني مثلا انا حفظت الجمله الاولى بخمس مرات حفظت الجمله الثانيه ايضا بخمس مرات ارجع اكتبهن الجمله الاولى والثانيه خمس مرات وهكذا من لمن من شنو اسيطر واحفظه بكل آه سهوله طبعا آه بقى لازم احنا نقراه ونفهم المعنى مالته حتى نقدر انه شنو نقدر الفكره مالت الانشاء نقدر انه آه نحفظها بسهوله هذه آه نقطه النقطه الثانيه انه كل آه نقطه يعني كل سطر حتى آه نقرا ونقرا شنو الترجمة مالته أو الكلمات الصعبة علي ممكن إنه أنا أخليها على حدة وأقدر أحفظهن وحدهن وبعدين أجي نحفظ السطر بشكل كامل هذا تعتمد على قابليتك للحفظ شلون تقدر تحفظهن لازم تخليلك لك في الطريقة تحفظها بكل سهولة بعد ما نكمل حفظ الأسطر كلها الخاصة بالإنشاء نجي نكتب الإنشاء كله بصيغة كاملة وإذا مرة أو مرتين أو ثلاثة منا لما نضبط كل المفردات والأسطر اللي خاصة بالإنشاء هذه طريقة بسيطة تقدر تحفظ بها الإنشاء طبعا مثل ما ذكرنا أنه الإنشاء يجب أنه شو نسوي آه نقراه اول مره ونفهم معنانا آه معنى الانشاء بالعربي والاشياء اللي مطلوبه بالانشاء لان احنا عندنا الانشاء مقسم الى فقرات بالامتحان الوزاري وكل فقره عليها شنو راح تكون عليها درجات مثلا العنوان لازم ينكتب لان هذا عليه درجتين تمام مثلا اذا عندي ايميل لازم اكتب كلمات مثلا دير بالنهايه اكتب سي يو وحسب الانشاء اللي مطلوب من عندي بالامتحان الوزاري كل فقره من هذه الفقرات مثل ما ذكرت عليها درجات فيجب ان نضبطها بعض الطلاب يذكر انه انا كتبت الانشاء بس نسيت العنوان ما كتبت مثلا كلمه دير الى اخره من هذه الشغلات لا يجب الانتباه على كل فقرات الإنشاء اللي مطلوبة وأن نحفظها من ضمن الإنشاء مو المهم أنه أنا أحفظ الكليشة الداخلية وإنما الفورمة الشكل الكامل للإنشاء الصيغة الكاملة لأن يعني أنا عندي الإنشاء أنواع ممكن يكون مثلاً يقول لي اكتب يعني مثلا ايميل فالايميل الترتيب مالته والشكل مالته يختلف عن المقطع الانشائي وهكذا فهسه راح نجي على الموضوع الاول اليونت الاول اللي هو سيجرت ادفيرتايزنج شود بي ليجل اعلانات السجائر يجب ان تكون غير قانونيه هذا العنوان مالت الانشاء ان آه، 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 إعلانات السجائر يجب أن تكون غير قانونية سيجارت advertising شود بي illegal هذا العنوان هذا لازم أحفظه أني وشنو بالامتحان لازم شنو أكتبه لفوق بخط واضح آه، آه، طبعا ال أكثرية الطلاب آه، يتخوفون من موضوع الإنشاء آه، بالعكس أنه بس الجال طريقة سهلة احفظ بها الانشاء راح يكون بالعكس آه، فتشي آه، سلس آه، وبعض الطلاب ايضا آه، 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 اكو عندهم طرق خاصه ي... قدرون انه شنو يحفظون الانشاء بطريقتهم لكن بصورة عامة انه اني اكرر المقاطع حسب قابليتي اكرر مقطع سطر سطرين ثلاثة كل مقطع بعدين انه اني اكرر بشكل اكثر من مرة حتى شنو اسيطر عليه ان شاء الله هسه مثل ما ذكرنا العنوان مالتنا اللي هو cigarette advertising should be illegal إعلانات السجائر يجب أن تكون غير قانونية هنا منطيني this question may help you منطيني بعض الأسئلة يقول هذه الأسئلة يعني معناتها إنه أنا لازم أغطي فقرات هذه الأسئلة بالإنشاء السؤال الأول how harmful are cigarettes to the health of smokers and passive smokers طبعا العفو هنا راح يبين لي آه كيف إنه السكائر هي مؤذية هارفل مؤذي للصحة للمدخنين وغير المدخنين؟ هذا السؤال الأول فلازم إني أبين بالمقطع الأول إنه شنو إنه آه شلون راح تكون هي مؤذية للصحة وشنو الأضرار اللي تسببها أو الأمراض اللي تسببها للإنسان. السؤال الثاني. Where can cigarette advertisements be seen? أين يمكن رؤية إعلانات السجائر؟ Who see them؟ من الشعر اللي يشوفها؟ Do children and young people see them? هل الأولاد والأطفال والشباب يشوفوها؟ إذا شرح نتحدث يجب أن نتحدث عن شنو عن الإعلانات بالنقطة الثانية السؤال الثالث What sort of message do cigarette advertisements give? ماذا ما هي الرسالة اللي تنطيها شنو إعلانات السكائر؟ Do they show successful, popular, attractive people smoking؟ Do they mention the dangers of smoking؟ آه طبعاً ذكرنا هنا ما هو نوع الرسالة، يعني شنو الرسالة، يعني الفكرة اللي تريد توصلها إعلانات السكائر؟ آه Do they show successful, popular, attractive people؟ هل هي اللي يقدمها أو يعرض هذه الإعلانات هم أشخاص مشهورين وجذابين? Do they mention the dangers of smoking? هل هي تذكر مخاطر التدخين بالنسبة للإعلانات? Are young people هذا السؤال الرابع? Are young people easily influenced? Could they be influenced by cigarette advertisement? هل إنه الشباب يتأثرون بسهولة؟ could they be influenced by cigarette advertisement هل يتأثرون بإعلانات السكائر how common is smoking among people وكيف هو شائع بين الشباب هذه الفقرات أو هاي المعاني من اللي خاصة بالأسئلة هذه راح نجي نغطيها بالإنشاء آه التالي ننتبه هنا Every year many companies advertise they are products of cigarette and they spend a lot of money on it. طبعا كل سنة هنالك العديد من الشركات تعلن عن منتجات السكائر and they spend a lot of money وتصرف عليها الكثير من الأموال. These advertisements are illegal. هذه الإعلانات غير قانونية غير شرعية for many reasons للعديد من الأسباب يعني هسه شو راح أبين راح أبين شنو أسباب إنه هذا الإعلانات غير قانونية أو غير شرعية firstly أولا the cigarettes are harmful to the health بأنه السكائر هي هي تؤذي الصحة for both smokers and non-smokers لأن هي راح تؤذي صحة المدخنين وغير المدخنين هذه الحالة الأولى الحالة الثانية These advertisements can be seen in different media in order to be seen by the young, young and the children to encourage them to take up this bad habit طبعا هنا هذه الإعلانات طبعا يتم عرضها في مختلف وسائل التواصل من أجل, in order to be seen, من أجل إنه يشوفها من الشباب والأطفال لتشجيعهم على هذه العادة السيئة. ثالثا, in their shows they show famous and important people smoke to say that smoking is the way to success or fame هذه هنا يقول لي انه بالحاله الثالثه انه هذه الاعلانات تعرض تعرض اشخاص وفنانين مشهورين يدخنون حتى توصل رساله اللي هي بانه التدخين هو الطريق النجاح والشهره اخيرا فاينلي they ignore its bad effect طبعا يتجاهلون اثارها السيئه on our health على الصحه The young people are influenced by this advertisement. الشباب يتأثرون بهذه الإعلانات. So I think these advertisements are illegal. لذلك أعتقد بأن هذه الإعلانات غير شرعية، غير قانونية. Thus, لذلك, it should be banned because they are dangerous on both society and health. لذلك يجب أن تمنع لأنها خطرة على المجتمع والصحة. هذا الموضوع مالتنا اللي هو إنشاء اليونت الأول cigarette advertising should be illegal أرجو أن يكون الموضوع واضح وإن شاء الله نلتقي بدروس قادمة دمتم بأمان الله.